أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الاتصال على الأرقام التي سوف تظهر أسفل الشاشة تباعا أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أضرب موظفو العقود في الشركة العامة للأسمدة في محافظة البصرة عن العمل احتجاجا على عدم التصويت على تثبيت موظفي العقود والأجور ضمن قانون الأمن الغذائي. دعونا نتابع جانبا من هذا الإضراب في مقطع فيديوي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت عالي شوي. الأسمدة الجنوبية نعلنها اعتصام مفتوح ونطالب بتضميننا بفقرة خاصة بتثبيت عقود الأسمدة الجنوبية كونها من الشركات الرابحة والتمويل الذاتي ولا تكلف الدولة أي مبالغ مالية. اعتصامنا مفتوح لحين تنفيذ مطالبنا اليوم إضراب عن العمل من قبل العقود وغدا تصعيد، فنطالب من الجهات المعنية بتنفيذ مطالبنا فورا. كما قطع موظفو العقود والأجور اليومية في الشركات النفطية قطعوا جسر محمد القاسم بالإطارات المشتعلة ولوحوا بغلق جميع الشركات النفطية في محافظة البصرة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالتثبيت وبإعادة المفصولين عن العمل. دعونا نتابع هذا المقطع الآخر الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. جنوب بالكامل، نصف الكاسرية بالكامل، شمال البصرة، رتبة حاكم الزامل ورتبة نواب البصرة، قطاع النفط بصورة عامة، الأجور اللي لنا وخدماتهم والعقود، العقود، الأجور اللي لنا وخدماتهم بصورة عامة، ما نسكن على الطرق دور الموت ما نرجع، راح نغلق، شمال البصرة الآن انغلق، الرميلة انغلقت، الزبير انغلق، محطات الفاو راح نغلقها، كل المحطات أربع بوابات راح نغلقها، المصفى انسد، الخطوط انسدت، الغاز والأنابيب انسدت، المنتجات النفطية انسدت، كل الشركات انسدت. نعم، يمكنكم المشاركة أعزائي المشاهدين حول هذا الملف، ملف اعتصام وإضراب الموظفين موظفي العقود في البصرة إن كان في معمل الأسمدة أو في الشركات النفطية. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الإضراب على منصات التواصل الاجتماعي، ومن هذه التعليقات على فيسبوك، منهم من علق وقال: كقاسم قال التصعيد مستمر لعقود الشركات النفطية لحين التثبيت، ومستمرين بغلق الشركات المهمة والمواقع الحيوية لحين إنصافنا بالتثبيت على الملاك الدائم. ليث ماجد علق وقال: ثورة غاضبة لعقود الشركات النفطية بعد خذلانهم من التصويت على التثبيت في قانون الأمن الغذائي، غلق جميع مداخل المحافظات وغلق جميع شركات النفط كافة. مجتبى علي الساعدي علق وقال: مع الأسف يا نواب خذلت هاي الشباب وكلها أصحاب عوائل والمطالب بسيطة ومن حقنا. في تعليق آخر لأبو حسين قال: أين الإصلاح يا أهل الإصلاح؟ لو بس شعارات رنانة، كل الأحزاب تدعي الإصلاح، قول بلا فعل، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، طبعا موضوع قانون الأمن الغذائي، البرلمان يوم الأربعاء الماضي صوت على هذا القانون، قانون الدعم الطارئ للأمن
الغذاء والتنمية والمعد من قبل اللجنة المالية في البرلمان. يقضي هذا القانون بتخصيص أكثر من 25 تريليون دينار عراقي، يعني قرابة 18 مليار دولار، كبديل عن مشروع الموازنة الاتحادية المالية للدولة. وطبعا هذا يعني أثار الكثير من النقاش من ضمن القانونيين، من قبل القانونيين، لماذا لم يتم التصويت على الموازنة لغاية الآن. طبعا الجواب موجود لدى الحكومة بأنها الحكومة لم تشكل لغاية الآن، أقصد حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. تعثر إقرار هذه الموازنة بسبب تأخير تشكيل الحكومة كما أشرنا، وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية على إرسال الموازنة لهذا العام. طبعا جرى تمرير القانون بأغلبية مريحة، حيث شارك نحو 280 نائبا من أصل 329 في جلسة يوم الأربعاء، صوت معظمهم على القانون بما فيهم نواب عن الإطار التنسيقي. تتوزع القيمة الإجمالية اللي يتضمنها القانون والبالغة أكثر من 25 تريليون دينار عراقي، يعني حوالي 18 مليار دولار أمريكي كما أشرنا، على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لغرض تمشية أمورها المالية بسبب عدم إقرار موازنة سنة 2022 بسبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق وبسبب الصراع السياسي بين الكتل السياسية. وين يتركز صرف هذه المبالغ؟ على دعم قطاع الكهرباء، على الطاقة، على وزارة التجارة، دفع مستحقات الفلاحين والخدمات، وإعمار المناطق المستعادة من تنظيم داعش شمالي وغربي البلاد، وتصرف أموال لإكمال المشاريع في محافظات جنوبية وفي المحافظات الوسطى وفقا لنسب الفقر فيها، ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية، وتخصيصات مالية بهدف تثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى تعيين حملة الشهادات العليا. مثل ما شفنا بالمقاطع، يعني موظفي العقود في معمل الأسمدة في البصرة، موظفي العقود في الشركات النفطية وأصحاب الأجور اليومية يطالبون بتضمينهم بفقرة خاصة في هذا القانون، قانون الأمن الغذائي. مثل ما أشرنا بأن هذا القانون أثار الجدل بين العراقيين وبين المراقبين وبين المختصين بأنه قانون الأمن الغذائي كان من المفترض أنه يضمن دعم لوزارة الزراعة، لوزارة الموارد المائية، للارتقاء بالأمن الغذائي في العراق، في ظل أنه العراق كما معروف يستورد كل شيء من الخارج، وبأنه هناك يعني قلة في الدعم للمزارع وللفلاح العراقي. فقرات كثيرة أثارت الجدل، منها فتح مقابر ب 150 مليار دينار، وكذلك مبالغ خصصت تحت فقرة مفتوحة، يعني لم تخصص إلى 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 شيء معين بالتحديد، وإنما يعني سميت لنقطتها كانت للأمور الطارئة، وهذا دفع بالمراقبين بأنه هذا أحد أبواب الفساد اللي يمكن الفاسدين يستغلون هذه الأموال الطائلة. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح من بغداد، اليوم خرجت تظاهرات من قبل مثل ما شفنا موظفي العقود في معمل الأسمدة في محافظة البصرة، وكذلك موظفي العقود في الشركات النفطية طالبوا بإدراجهم بفقرة خاصة في قانون الأمن الغذائي اللي أقر البرلمان يوم الأربعاء الماضي حتى يتم تثبيتهم. رأيك بالتظاهرات ورأيك بقانون الأمن الغذائي بشكل عام. اهلا صباح. اهلا وتسمعني دكتور عمار. اهلا وسهلا بك، وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لهاي مشكله العقود، يعني مشكله عقيمه، وبالذات همين وياها مشكله ثانيه، يعني الشهادات العليا، الدكتوراه والماجستير اللي جاي يعانون من هذا الموضوع، اللي تخرجوا وتعبهم على انفسهم وتعيينات ماكو. تقيسها بالفارق النفط اللي هسه صعود البرميل النفط، وصارت فائض عندنا اكثر من 70 مليار حسب ادعاء بعض اللي يسمون انفسهم معارضه. المفروض بهم يطلقون هاي الدرجات التعويضيه، يطلقون درجات تخفيضيه جديده لكل الوزارات، كل هاي العقود، كل الوزارات بها عقود، وبالذات التربيه والتعليم العالي
والشركات القطاع الخاص وغيرها، واللي ناس يعني هيك شهادات عندهم وما متوظفين. ليش ما متوظفين؟ صار 5 سنوات 7 سنوات ماكو تعيينات بس للهيئه الحشد الميليشياويه وتعيينات الدفاع والداخليه. وتشوف الموضوع الملف الامني مزري بالعراق، قتل وخطف واغتيالات. اما الناس اللي يخدمون البلد اللي عندهم شهادات واللي مفروض بيهم يفتحون كل المصانع ويفتحون كل الشركات ويفتحون كل المعامل اللي تم ايقافها متعمدا بعد 2003، فالحكومه العراقيه والرئاسات الثلاثه والبرلمان يعني وقفهم عاجزين على تعيين طالب من يخلص من الكليه ويخلص رسالته بالماجستير. يعني كان اعداء لهم، اعداء للطلبة والناس العقود والناس اللي ما عندها غير عمل. يعني عايشين عقود صار لهم 7 سنوات و9 سنوات بالتربية، وشفنا هالحالة بالبصرة شركة الأسمدة طلعهم، لكن هذا راح يتم اضطهادهم من قبل منه؟ من قبل الحكومة نفسها والأحزاب، لأنه هم تابعين الحزب كانت عينهم، لو تابعين البرلمان محمد الحلبوسي أو الرئاسات الثلاثة كانت عينهم من زمان. لكن ذول ناس لا حول ولا قوة، والمفروض هاي الميزانية الخرافية فارق النفط يستغلوها في فتح المصانع وتعيين الناس العقود وتعيين الخريجين اللي قاعدين عاطلين على العمل. أنت يعني شفت بعض ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي حول بعض فقرات قانون الأمن الغذائي، يعني هناك مبادئ كبيرة خصصت مثلا فتح مقابر جماعية ب 150 مليار دولار، مبلغ كبير كذلك أدرج تحت بند الطوارئ والاحتياجات دون يعني تخصيصه بشكل واضح ومحدود. رأيك بهذا القانون، قانون الأمن الغذائي بشكل عام؟ للفقرة الجديدة يعتبر ملف فساد للملفات السابقة، يعني مال دعم الزراعة واللي قام بها الحملة صالح المطلق وصرفهم أكثر من 20 مليار دولار، نتائجها على واقع الحال احنا نعرفه بالزراعة بالعراق. أيضا هذا الموضوع التغذية وغيره، أيضا هاي الأموال اللي جاي تصرف والبنود والأفرع اللي فرعوها بيها ما راح يستفاد المواطن العراقي لا من مقابر جماعية ولا راح يستفاد من أي شيء، ولا حتى البطاقة التموينية ولا حتى العائلة الفقيرة العراقية اللي عايشة على قوت يومها هذا القانون راح ينصفها. بالعكس هذا صار فقرة في سبيل ملف فساد جديد للملفات السابقة، والأيام راح تثبت أن هذا القانون ما راح يخدم المواطن العراقي، بينما يخدم هم الناس اللي عاملين عليه، الناس اللي شرعته وهي ما بيها فايدة. هاي المبالغ كلها لو بانين بيها مجمعات سكنية للمواطن العراقي، فاتحين مصانع، داعمين وزارة التجارة في استيراد المواد الغذائية اللي بطاقة تموينية يعني وقفت بعد ما تفيد المواطن العراقي، ما تعينه على الظروف الصعبة اللي نمر بيها، داعمين القطاع الصحي، داعمين القطاع حتى الأمني، لكن هم ناس فاسدين والفاسد ما يترجى من الخير. نعم، إذا هم اتفقوا الكتل السياسية بداخل البرلمان على التصويت على هذا القانون، ليش ما يتفقون على الموازنة؟ هذه الموازنة أهم بكثير، الموازنة المالية. احنا خلصنا يعني دخلنا بالشهر السادس بالسنة وبعد الموازنة، موازنة 2022 لم تقر لغاية الآن. دكتور عمر، احنا سابقا كانت عندنا مرحلة ارهاب داعش وارهاب الميليشيات بال 2013 و14، ايضا الميزانية اختفت وماكو اي محاسب، لا قضاء ومجلس قضاء اعلى يحاسبهم، وين راحت؟ 22 هسه راح تخلص السنة والميزانية ما قاريها في سبيل هاي المشاريع اللي غير منجزة بكل المحافظات. هاي المشاكل العقيمة عندنا، ملفات الفساد العقيمة، المشاريع الواقفة المفروض بيها يقروها ويقرون وياها درجات وظيفية جديدة لكل الوزارات. اكو كل وزارة يطلع من عندها متقاعد ومتوفي ومستقيل، هاي الدرجة مالته تنقل لمكتب الوزير ويعينون بس جماعتهم. حاليا اكو تعيينات من جوا العباية. شكرا لك صباح من بغداد، كان معنا حيدر من بابل. حيدر، خرجت تظاهرات اليوم في البصرة من قبل موظفي العقود في شركة الأسمدة العامة وفي الشركات النفطية، الشركات النفطية طالبوا بإدراجهم بفقرة خاصة في قانون الأمن الغذائي. رأيك بمطالبهم ورأيك بشكل عام بقانون الأمن الغذائي؟ حيدر أخوي. نعم تفضل حيدر. ما حدث لشباب البصرة عندما يتظاهرون من حق هذه الشباب، عانت معاناة شديدة والحكومات الطائفية هذه لم توصل لهم أي تعيينات أو دخولهم في شركات.
تقلع على العطالة والبطالة سواء في البصرة سواء في المدن المجاورة إلى البصرة. هذا لم تكن بها تلك الحكومات الإرهابية هذه أبدا. لا لا القانون الغذائي، أي قانون غذائي في ظل هذه الأحزاب اللي هي خدم الاحتلال، هذا أصلا لا يحتمون بداء البصرة أحزاب البصرة ولا كل أهل العراق. لا لا يعني انت ما مقتنع بهذا القانون؟ ما مقتنع به؟ يعني انت ما مقتنع بقانون الامن الغذائي اللي صوت عليه البرلمان يوم الاربعاء الماضي؟ لا يقول لا. ليش؟ قلنا البرلمان اصلا لا يخدمون العراق هذول. اللي جابتهم اللي نصبتهم على حكم العراق. أصلاً سيشوف هواي أوضاع هنا كانت هي قد تعديز منذ 2003 ولحد الآن، وكانت هذه الحكومات ومن بينها البرلمان وعناصره الطغاة المفسدين اللي هم سبب هذه الأعمال الكارثية بحق العراق. الله وكيلك. جيل ثاني وبعد هناك المجال شلون حيدر؟ جيالة يعني بأعداد أكبر حتى من قبل الطغاة من قبل الميليشيات. نعم الميليشيات الإرهابية من بينها السلام الحزب الشعبي. حيدر من بابل كان معنا، شكرا لك. نذهب إلى ملف آخر أعزائي المشاهدين. أحد المواطنين العراقيين صور بهاتفه النقال الرصاص الحي الذي مر فوق قيادة شرطة محافظة البصرة في منطقة الحكيمية دون تدخل من القوات الحكومية، كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، لفض نزاع عشائري اندلع هناك. دعونا نتابع هذه الصور، ما صوره هذا المواطن العراقي في البصرة. هذا رمي وهاي القيادة، يعني بس إذا تلاحظون الحكومة القوية الرمي وهاي قيادة شرطة البصرة جاي يشوفون المذنب، عفوا، صوت واضح وإطلاقات واضحة. يعني النزاعات العشائرية ترتفع في الآونة الأخيرة وخاصة في المحافظات الجنوبية، والعراقيون يطالبون الحكومة بتدخل جاد ويتساءلون عن دور القوات الأمنية في فض هذه النزاعات. دعونا نذهب إلى تعليقات العراقيين حول هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. هناك تعليقات على فيسبوك كثيرة حول النزاعات العشائرية بشكل عام وهذا المقطع بشكل خاص. يقول أحمد أبو جنات: بلد تقوده وتتحكم به أحزاب وعصابات الفشل والفساد. أما أبو محمد الجابري فعلق وقال: رمي واستهتار بمركز المدينة بالقرب من قيادة الشرطة، ويركضون على دراجة العامل، على دراجة الحارس، على دراجة اللي يروح للسوق يسوق لأطفاله. يقول: القانون في البصرة يطبق على الفقير. طارق الخالدي يقول: للأسف انهيار هيبة الدولة تماما. جابر محسن: مع الأسف احنا ما عندنا دولة ولا قوات أمنية، بس على الفقير وبس أبو التوك توك وأبو الدراجة يبيع كلينكس مجدي محاضر مجاني، شباب الدور تعين، مظاهرات مال فقرة مو مال أحزاب. نعم، يعني من خلال التعليقات هذه التي عرضناها وكثير من التعليقات ينتقد العراقيون الإزدواجية في تطبيق القانون على كما شاهدنا على صاحب الدراجة اللي يوصل ويعمل في المطاعم أو اللي يروح يتسوق، وبين هذه النزاعات العشائرية. اتصال أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، يعني تزداد النزاعات العشائرية في المحافظات العراقية، ومثل ما شاهدنا في المقطع بأنه كيف الرصاص يمر فوق قيادة عمليات شرطة محافظة البصرة مثل ما تحدث من صور هذا المقطع ونشر على منصات التواصل الاجتماعي. العراقيون في التعليقات يتساءلون عن دور القوات الأمنية وعن هيبة الدولة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة لهذا الأمن الغذائي مو أمن غذائي، ها تريد تعلق على الملف الأول؟ نعم تفضل. أمن الحرامية قبل يعني سوى طريقة مع الأمن الغذائي هذول أستاذ عمر الله يخليك، هذول يجيون بلد، هذول الحكومات المتعاقبة من 2003 لحد الآن شنو استفاد الشعب منهم؟ عمي ممل الشعب تعب من عندهم، ووجوههم وجوههم والله بعد حتى ما اريد ان نشوف شغلهم بعد يا سعد عمر الله يخليك. شنو اللي سووه لنا؟ بس انا ارجع واقول لك وارجع واحد راح الناس تزعل علي، انا اقول العيب بالشعب استاذ عمر، العيب بالشعب، الشعب ما زال صبر علي ويتي، خليه يبقى صابر بعد. نعم أنا أعتذر منك أبو عراق، الصوت دا يقطع معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد، وملف آخر على منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال تفاعلكم مع هذه الملفات على الساحة العراقية. يعاني أهالي قضاء الرطبة الواقع غربي محافظة الأنبار من انقطاع المياه والكهرباء، حيث لا يزال القضاء بلا ماء أو كهرباء منذ أسابيع، ومخاوف من هجرة الأهالي من القضاء بسبب غياب الخدمات وانعدام أبسط مقومات الحياة. مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق يظهر طفلا من قضاء الرطبة يتكلم بحرقة ضد الجهات الحكومية، طالب بتوفير الماء والكهرباء ومقومات العيش الكريم. دعونا نتابع ما قاله هذا الطفل. شبعانين كهرباء واحنا قاتلنا العطش، وكهرباء 24 ساعة اليوم، احنا مواطنين ببيوتنا قاتلنا العطش، مظلومين، الحاج قاتلنا، الحاج قاتلنا، وين مي ما عندنا نشرب، ليش تشرب؟ ليش تنكر؟ 15 جنيه يحط لنا مي، هذول بيار 24 ساعة تقعدين. اصغر طفل بالقضاء يطالب بالمطالب. نعم بيوت بالاجار، طبعا تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الطفل من قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك تعليقات كثيرة كانت متضامنة. معاذ الكبيسي قال دموعك ما نزلت إلا من العوز والقهر، لك الله يا صغيري، وثق بأن الله لا يترك ولاية الأمر، توجد آخرة ويوجد تصفية حسابات عند أعظم قاضي في الأرض والسماء يوم تسترد الحقوق لأصحابها. أما أسيد علي الشمري فعلق وقال وكأنما خطة لتهجير أهالي المدينة. أم هيمن الجميلي هاي إحنا أهل دجلة والفرات وميتين عطش والنوب كهرباء ماكو، هذا يسموه الموت البطيء. أما هاشم عبد الرحمن فقال الله يكون بعونكم على هذا الحر، قضاء منسي مع الأسف كل شيء
معدوم به. طبعا هذا يعني هذا المقطع يفتح الكثير من التساؤلات حول الخدمات في العراق بعد مرور كل هذه السنوات وحكومات متعاقبة ومليارات من الدولارات بل مئات المليارات من الدولارات صرفت من خلال الميزانيات ميزانيات الدولة العراقية، وما زال حال الكهرباء والماء ومشاكل كثيرة تخص الخدمات في العراق. طبعا نبقى مع ملف غياب الخدمات في العراق والفساد الحكومي في تنفيذ المشاريع. ناشد أهالي منطقة دور الأسمدة في قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة والتي تعاني كذلك من سوء الخدمات وسط مناشدات للجهات الحكومية من قبل الأهالي منذ سنوات كثيرة لتوفير الخدمات لكن دون استجابة لمطالبهم كما يقولون. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. الأسمدة من منطقة الأسمدة اللي بقضاء أبو الخصيب اللي بحياتها ما شافت التبليغ. هاي المنطقة ماسحينها من الخارطة قلوني. هاي المنطقة تعاني، منطقة منكوبة خالية من الخدمات، خالية من البنى التحتية، مين ما تباوع ما له خدمات. صور لي هاي الزبالة، صور لي اياها. الخدمات في منطقة الأسمدة تحت الصفر. فهاي مناشدتنا للحكومة المحلية ومناشدتنا للمحافظ البصرة ومناشدتنا لمعاون البصرة وقائد مقام قضاء أبو الخصيب. استنكركم يا عمي انتبدونا شوي القضاء أبو الخصيب. كثرة المناشدات، قضاء أبو الخصيب قضاء منكوب. هاي منطقة الأسمدة تعاني، خدمات ماكو، يضخون بخطية ماي مالح، يا ويرضاها الله الإسلام. يعني هاي المنطقة شو مسوي؟ شو مسويين؟ صور صور لي صور لي. هاي شوارع الأسمدة، هذا شارع الضمر الصحي، هاي منطقة الأسمدة. شوف عزيزي المشاهد وتابع، احنا عندنا ثورة في منطقة الأسمدة، على منطقة الأسمدة وشاب شباب الأسمدة الدعم والمشاركة. هاي منطقة المشاهد، صور صور. هاي مناشدتنا للحكومة المحلية، باوعونا القضاء والخصيب، مو بس مركز المدينة، قضاء والخصيب قضاء منكوب. الشركات اللي اجت وخذت القضاء والخصيب هذا الشارع من 2011 واليوم احنا بسنة 22، يمتى يكمل هذا الشارع؟ نبقى مع ملف الخدمات أيضا ونتجه إلى محافظة كربلاء. مواطن عراقي صور تهالك أحد الشوارع الرئيسية في قضاء عين التمر بمحافظة كربلاء والذي تمت إعادة إكسائه وافتتاحه من جديد منذ فترة قصيرة فقط. دعونا نتابع هذه الصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشارع بلدته قبل شهر تقريبا يم القطارة قرب حسينية حجي محمد. يا سيادة المحافظ شوف لنا من المقصر المقاويد، هذا بضمان الشارع لا بس فهمونه. هذا الشارع شنو ماع حس حاليا ماع طشطوش، شوفوا له شارع بعد ما اعرف والله، بس شوف لنا من المقصر. نعم نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول ملف الخدمات في العراق، سوء الخدمات. نقرأ بعض التعليقات على فيسبوك. أسامة الزبيدي علق وقال مع الأسف هذا وجه من أوجه الفساد المستمر. يقول أين الرقابة والفحص؟ يتساءل شلون استلموا هذا الإنجاز من المقاول والشركة المنفذة. أما محمد إبراهيم فقال إذا الحكومة المحلية عاجزة عن تبليغ طريق خارجي خلي السلمة لشركة أجنبية لا تشتغل تلزيق. أما كرار حيدر فقال هذه هي نتائج الإعمار بدون رقابة بدون ميزان بدون متابعة. يقول من أمن العقاب أساء الأدب. رهيف الخفاجي هذا الفساد الظاهر، وين المسؤولين بكربلاء عما يحدث طريق عين التمر المميت؟ نعم معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، يستمر ملف سوء الخدمات في المحافظات العراقية وتكثر المناشدات على منصات التواصل الاجتماعي، رأيك أبو عمر؟ أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ عمر. يا هلا بك. قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين. يا هلا بك.
يعني استاذ عمر، احنا العراق يعني منذ غزو الامريكان على العراق الوضع اللي صار عندنا بالعراق ما مر من عدة يعني طيلة السنين الفاتة. الوضع اللي الحكومات المتعاقبة اللي حكموا العراق مو انه مجتهدين على ولاء الوطن وحبهم للوطن، فهاي ما عندهم اي شيء صار من عندهم من خلال احتلال الامريكان للعراق، وصاروا سلطات الاحزاب وصارت تجارات وصارت وزارات، كل هاي اللي شكل كلها وزارات كاذبة، وزارات غير خدومة للعراقيين، وزارات سرقت أموال العراقيين وقتلت الشعب العراقي وقتلت خيراته وخلت يعني سرقت مصارفهم بالبنوك الخارجية وحولت يعني بفلوس العدنة بالعراق كلها بدون مواطن العراق. وده نشوف معاناة الشعب العراقي يعني من تظاهرات اللي قاعدة تطلع في المحافظات، في كل محافظاتنا اللي يطالبون بالخدمات واللي يطالبون بالتعيينات واللي يطالبون بتثبيتهم على العقود الملاك الدام والجور اليومي، كل هذه قاعد يجي حكومات سلطة العزام، لأن عندنا ما عندنا رئيس وزراء اللي هو يتحمل المسؤولية الكاملة. رئيس الوزراء يعني شكل خادينه ورمز خادينه، رئيس وزراء يتحمل المسؤولية، كل سلطة الأحزاب هي تتحمل المسؤولية في الوضع اللي قاعد يصير عندنا بالعراق. الرئيس الوزراء يتكلم أو يطلع إلى دولة مجاورة، أي دولة من الدول العربية أو من الغرب، يعني عيب وخجل وعار من يسألون بلدك شلون عراقك شلون وضعك. زين أنت تعرف أبو عمر بأنه بالميزانيات السنوات 19 سنة يعني تصرف مبالغ كبيرة جدا لمجال الخدمات، مو عند تروح هذه الأموال. إذا احنا نشوف مثلا الشارع مبلط ما صار له كم يوم، هذا حالة مثل ما شفنا في كربلاء أو مثل ما تحدث الشاب في محافظة البصرة، والكهرباء يعني ما يخفى على عراقي وضعها أو المي أو الخدمات بشكل عام. هاي الفلوس اللي دعا تخصص من قبل الميزانيات السنوية يعني مئات المليارات من الأموال، مو عند تروح هاي؟ إذا الشارع تعبان، إذا الكهرباء ماكو، إذا المي ماكو. أستاذ عمر يعني إحنا عندنا من الوزارات اللي موجودة عندنا بالعراق ويعني عندنا وزارة المنافذ الحدودية وكافة الوزارات اللي موجودة تأخذ الضرائب ومديرية المرور، كل هذه الأموال اللي جاي تسرق تروح بجيوب الفاسدين أو ميليشيات الحشد اللي قاعد يصرفون عليهم تريليونات، اللي قاعد تروح لرواتب ميليشيات الحشد وقياداتهم والمناصب اللي قاعدين هم اللي يترفعون بها من خلال زيادة رواتبهم، من خلال يعني كل الأعمال الحرة قاعدين يتمتعون بها، والمواطن العراقي يتحمل الضيم، يتحمل الحار، يتحمل الجوع، يتحمل العطش، يتحمل الضرب الأمنية. إذا هذه كلها تسرق وتهرب للخارج من أجل العراق تدميره، من أجل أن يكون العراق ليس بهيبة، وليس أن يكون العراق يعني يتقدم. فهم يعني يحبون قياداتهم وميليشياتهم بس قادرين على الشعب العراقي وعلى المواطن الفقير. يعني دا نشوف دا يقتل المواطن العراقي كيف يعني بيهان الخريج، كيف يهان يعني المواطن الطالب بحقه. فأمور يعني توضح بأنه الشعب العراقي ارتبتوا أم القتل أم ترجعون. أشكرك أبو عمر من بغداد كلام معنا. معنا أبو مروى من كربلاء. أبو مروى نتحدث في هذا الملف عن الخدمات، وعرضنا مقطع لأحد المواطنين صوره في منطقة عين التمر بمحافظة كربلاء، وقال بأنه هذا الشارع تبلط قبل فترة وكان حاله مزري مثل ما تحدث ومثل ما شفنا يعني بالمقطع. ليش الشغل تلزيق مثل ما قال أحد اللي عرضنا تعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي؟ يقول الشركات في العراق شغلها تلزيق. أبو مروى من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي. قسما بالله أكل احترام للآراء وللأخ المتصل من كربلاء اللي أنا استحي أحكي عن شارك بصراحة، لأن 20 سنة إحنا مو ولد اليوم حتى نتفاجئ بشارع. 20 سنة مزدوجة من اتجاه المخرجات
هي باقية على الشارع يعني إذا باقية على الشارع فعلى عينه وعلى الرأس حياهم الله. لكن أخي أخي حشاك حشاك هذا الحكي أنا أرجع فيه أقول إسقام وجه بإسقام وجه. من 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 نريد نسقطه من أي ناحية؟ مو إحنا عندنا تجارب أخي شبعنا من هذا المثل. يا سياسيين يا نخبة أنتوا تسكم لو مو نفسكم مو أنتوا أصحاب هاي العملية السياسية لو غيركم. مو أنتوا وصلتوا البلد لهذا الحال. اليوم البلد لا سيادة لا كرامة زراعة صناعة تعليم. إحنا مو جايين دنا نتأخر متونين. إحنا دنا نحكي هذا بلد مرتوه مرتوه مرتونة. أنتوا نزلوا للشارع شوف مواطن الصاير يا أخي أي مدرسة أي مستشفى إيش نحكي عن شو اللي نسولف فيها؟ أكو في القانون المواطن قاموا في الهاي في لا القانون يهم المواطن طبيعي. لكن إيش معنى بالقانون الغذاء هذا الأمن الغذاء اكتمل عندهم النصابة فيه؟ والله ما عدنا ثقة فيهم. لا والله ما عدنا ثقة فيهم. ليش برأيك أبو مروة أنت أثرت على النقطة وإحنا تناولنا الملف الأول بالحلقة ليش صوتوا على قانون الأمن الغذائي والموازنة لحد الآن؟ زين هاي بالحالتين هاي ماكو حكومة وهنا ماكو حكومة. أبو مروة أنا رأيي وبكل تواضع أنا إنسان بسيط من خلال التجربة أقول بالكلمة الشعبية الموازنة لا انفجرت تعرف تحطوا هاي بديل الموازنة قرر الرمال من العيون وخطر مشكلة والمشكلة يطلع قائد يهن الشعب الأمن. يعني أنت تشوف أنه قانون الأمن الغذائي هو حقنة مخدر للشعب العراقي مقابل الموازنة؟ مخدر. نعم 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 مخدر. وكنا صالح هسه تو يكون هذا القانون يا شعب يا اخواني يا اخواني مالكم اي مدخلكم بهذا القانون. انا اشكرك ابو مروه من كربلاء. ابو فلاح من السماوه تفضل. ابو فلاح السلام عليكم. اخوي وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. ويمكن معاناه المواطنين من كل هالمحافظات بسبب خدام الاحتلال هم الاحتلال ونصبهم منذ غزوه الى العراق ولحد الان جيلوا لا هي وهالميليشيات الإرهابية على رأسها شراء السلام والحلق ميليشيات إرهابية تابعة للأحزاب القاسمة هذه خدمة الاحتلال إحدى خدمة الاحتلال القاسم بالعراق جلو لا دولة لا يفيدون العراق بل يرتكبون به مع معاناة شدة معاناة هذه. بس أدعو من كل محافظة استمرار للمحافظة للمظاهرات بشكل كبير لا من البصرة لا للناصرية لا للشماوة لا للعمارة لا لكل المحافظة خدت تظاهر يعني هذول بعد لا يجيدون أحد الله وكيلك ما راح يجيدون العراق مع نعم. أبو فلاح من السماوة كان معنا. أبو سمية من الأنبار تفضل. أبو سمية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. معاناة العراقيين أصبحت ليست مشكلة أصبحت مسلسلاً القصص يتكرر كل يوم. مظاهرات المتعاقدين في البصرة المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم أقول لهذه الحكومة الفاشلة كفى إذلالاً لمن أمسك القلم وكفى إذلالاً لأصحاب الشهادات فما طالبوا بغير حقوقهم. أما عن الانفلات والنزاعات العشائرية في البصرة وفي غيرها يا أخي الكريم الذي لا يؤسس لدولة لن يؤسس لأمن مستتب في عموم البلد. من الطبيعي أن السلاح إذا انفلت عند الميليشيات وعند شخصية فلان وعلان من الطبيعي أنه ينفلت عند العشائر لأن بعض العشائر تتخذ من بعض الميليشيات ومن بعض الأحزاب إطاء لها. لذلك إذا لم يكن هناك قانون وحكومة مركزية قوية عادلة لا يكون هناك أمن. هذا فيما يخص
النزاع العشائري. أما ما يخص مسألة الماء في محافظة الأنبار وفي الرطبة فنقولهم من العيب أن بلد الراشدين يعاني من العطش، وهذه الكلمات كافية لأن نوجهها للحكومة المركزية. متى تنتهي القصص؟ متى تنتهي معاناة العراقيين؟ لذلك أخي الكريم تلاحظ على هذا الشعب المسكين أن عمليات الانتحار لا تتوقف وتزداد يوما بعد يوم، ونقول لهذا الشعب من الآن فصاعدا للذي عنده مشكلة أرجو أن لا يرفعها إلى الحكومة المركزية لأن لا فائدة منها، فعليه أن يحولها إلى اللاعب الدولي ميسي لكي يجد الحل. وشكرا لك. شكرا أبو سمية من الأنبار. قبل الانتقال إلى فقرة الهاشتاج أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. واسم اعتقلوا سوريش شافنك. دعواتنا على منصات التواصل الاجتماعي في الهند وفي العالم الإسلامي لاعتقال صحف هندوسي حرض ضد المسلمين ودعا إلى تدمير المسجد النبوي، كما دعا في برنامجه لشن حرب على الدول العربية المنددة بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. طلب مسلمون حول العالم باعتقال ومحاسبة هذا الصحفي الهندوسي المتطرف سوريش شافناك عبر واسم اعتقلوا سوريش. دعونا في البداية نتابع قصة هذا الصحفي وارتفاع لغة العنصرية والكراهية والتطرف ضد الدين الإسلامي وضد المسلمين في الهند مع تقرير قصير لقناة الجزيرة. माफी मांगो نذهب إلى تفاعل الجمهور العربي والإسلامي تحت هذا الوسم، تحت وسم اعتقلوا سوريش شافنك. من التغريدات كمروى غررت وقالت مروى الرواحي قالت لو لم يكن هناك تراخيا في المواقف الرسمية ل 59 دولة إسلامية ردا على الإساءة إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما تكرر التطاول من قبل هذا السفيه الأحمق على مقدساتنا المسجد النبوي الشريف خط أحمر. أما مهند درمكي فقال دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفاظا لكرامتي كمسلم أعلن مقاطعتي للمنتجات الهندية. ربا علي قالت لو الحكومات العربية اتخذت قرارات ومواقف حاسمة خصوصا دول الخليج لينعدها أكبر عمالة هندية كان كل واحد وقف عند حده، لكن مع الأسف. أما دكتور هاني الدالي فقال ما بين
رفضها الاعتذار عن إساءة أبناء جدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرفهم وتحريضهم على المسلمين ومغالاتهم بهدم المسجد النبوي، لا بد من أخذ وقفة جادة وداعية لهدم اقتصادهم، وهو ما نقدر عليه بإذن الله. اعتقلوا سوريش شافناك. نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.